السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم موقع رائع يعطيك مجموعة من المواقع المفيدة والتي تحارب الملل على الانترنت. هذا الموقع Random Useful Websites سوف تجده أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى الموقع هنا واجهة بسيطة وسهلة للغاية، فقط كل ما عليك فعله هو الضغط على Let's Go، وبعد ذلك يقوم برفعك أو أخذك إلى موقع يعني على حسب حظك، كأن زر Let's Go هنا هو ضربة حظ ويرفعك إلى موقع وسيكون مفيد. يعني بعد ذلك كما ترى هنا دخل إلى موقع لا أدري ما هو، يمكنك يعني مشاهدته إذا أعجبك جيد، وإذا لم يعجبك رجوع إلى موقع Random Useful Websites والضغط مرة أخرى على Let's Go يقوم بأخذك إلى موقع آخر مفيد. بالطبع يوجد به ملايين المواقع التي يمكنك الاستفادة منها، بالطبع ربما يعني يأتي لك موقع تستفيد منه كما ترى هنا Will My Phone Work، يعني موقع أظن أنه تقني، يمكنك الضغط مرة ثالثة ورابعة حتى يعني تستمتع، وربما تدخل إلى موقع تجده مفيدا لك ويناسب احتياجاتك الخاصة. كما ترى هنا موقع خاص بتعديل ملفات البي دي اف، يعني لم أكن أعرفه، فيعني الآن استفدت من هذا الموقع في هذه الحلقة. أقوم بالضغط مرة أخرى هكذا يعني على حسب حظك، والضغط فقط هنا على Let's Go. يمكنك كذلك الاشتراك في الموقع لتتوصل بأفضل أو مواقع مفيدة كل أسبوع. كما ترى هنا Get Useful Websites in Your Email Every Week، يعني عندما تقوم بكتابة بريدك الإلكتروني والضغط على Subscribe سيصلك كل أسبوع مجموعة من المواقع في نهاية كل أسبوع أو بداية كل أسبوع يعني تستفيد منها. كما ترى هنا أخذني إلى موقع أمازون منتوج مناديل أو لا أدري، إذا تضغط مرة أخرى هكذا حتى يعني تجد موقع يناسبك وموقع تستفيد منه وربما تنشره وتعطيه لأصدقائك ويناسب احتياجاتك. يعني كما ترى هنا موقع موسيقي على ما أظن، كما ترى Music from All TV Shows، يعني موقع تلفزيوني. نضغط آخر مرة هيدا، إذا موقع تعديل صور وتغيير مقاساتها حتى تصبح مناسبة، كذلك تغيير اللون الفورمات، إذا تختار الصيغة التي تريدها BNG أو GIF أو GBG. كما ترى عديد من المواقع المفيدة التي ستستفيد منها بالطبع. كما ترى مشاهدي الكريم، شكرا على حسن متابعتكم، ورجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك زيارة مدونتي الرسمية www.th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية كما ترى أمامك. لا تنسى الدخول إلى المدونة ستستفيد بالطبع. شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.